بتستعد الشركة المنتجة لفيلم مولانا طرح الفيلم بعد بكرة يوم 4 يناير، وبيعتبر ده أول فيلم هينزل في 2017. وفيلم مولانا بيقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ودرة ورهام حجاج وبيومي فؤاد، والفيلم قصة إبراهيم عيسى وسيناريو وإخراج مجدي أحمد علي. وتم عرض فيلم مولانا لأول مرة في مهرجان دبي السينمائي، وحقق ردود أفعال إيجابية رغم عدم حصول الفيلم على أي جوائز. ووصف النقاد الفيلم بأنه جريء جدا وخرج عن المألوف، وبيحاول الفيلم يكشف مساوئ التشدد الديني، وده من خلال شخصية الشيخ حاتم الشناوي اللي بيقدمها الفنان عمرو سعد، وبيتحول الشيخ حاتم لداعية مشهور وبيكون ليه جمهور ومتابعين. وبسبب تشدده بتستغل جهة سيادية في الدولة نقطة ضعفه وخلافه مع زوجته، وبيزرعوا له بنت جميلة جدا وبيرتبط بيها في السر، وبتقلب أحداث الفيلم تماما. الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعين به ونستهديه، أما بعد، فقد أتى أبو ذر الغفاري إلى النبي الكريم وقال له: أي رسول الله، ولني إمارة، فقد فتح الله عليك الدنيا. انظروا ماذا قال له الرسول: قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، فيا أصحاب المناصب والرياسات، إنها مسؤولية، إنها أمانة، تحاسبون عليها يوم القيامة أمام الله. في ناس بره من أمن الدولة عايزين